أقام المركز الطبي الأسقفي العربي ماراثوناً للأطفال في رام الله تحت شعار أطفال مرضى السرطان، بالتعاون مع مستشفى المطلع الذي يحتضن العديد من أطفال مرضى السرطان في مدينة القدس. وبالرغم من سوء الأحوال الجوية، إلا أن حماس هؤلاء الأطفال أثار عواطف الحاضرين، خصوصاً وأن ذوي الأطفال المرضى والأصحاء شاركوا بالركض معهم تعبيراً عن مؤازرتهم لهم. مشهد أطفال مرضى السرطان وهم يتعالون على جراحهم ويتطلعون إلى الانتصار على آلامهم مع أقرانهم الأصحاء إنما يؤكد على الرسالة التي يسعى جميع القائمين على الماراثون إلى تأكيد مغزاها الإنساني. إحنا ركضنا مشانكم ومشان الأمل ومشان نتغلب على هذا المرض بالعزيمة والإرادة والحرية والطقس الحلو والشتاء والبرد. إحنا لازم نتغلب على هذا المرض، مش هو يتغلب علينا، إحنا نتغلب عليه. أنا هاي رسالتي من هذا الماراثون اليوم. رام الله بالرغم من هاي الظروف الجوية الصعبة إلا أنه الأطفال أصروا أنهم يطلعوا ويمشوا في هذا الماراثون في البرد وفي المطر. هناك في تواصل ما بيننا وما بين المستشفيات اللي فيها أطفال مرضى السرطان في فلسطين، هم عم بتابعونا وعم بيشاهدوا الآن اللي عماله بيصير بشكل حي. على هذا الحكي أكيد راح يقوي من معنوياتهم، راح يعطيهم دفعة وعزيمة إلى الأمام لكي يتمكنوا من قهر هذا المرض. مرحبا، أنا ساكن هون برام الله وكتير انبسطت اليوم بدعمهم لأهل رام الله على الإشي اللي عملوه مع مرضى السرطان، وأنا كتير بحب هذا الشغل والله يعطيكم أكتر. كان إشي كتير روعة، يوزعوا أناني مي، مساعدات، اللي يضربوا أزعاقات، كان إشي كتير كتير بجنن. بدي أشكرهم كتير باسمه وباسم كل الطلاب اللي موجودين. الإيمان والأمل والإرادة هي أبرز ما يتحلى به هؤلاء الأطفال من مرضى السرطان، فهم بالرغم من آلامهم الجسدية ومتاعبهم النفسية إلا أنهم يشاركون بإصرار في هذا الماراثون الذي يعد بمثابة جرعة فرح في مسيرة حياتهم.